ستلتزم التنسيقية الوطنية لطلب الطب برفع قرار مقاطعة الدخول الجامعي 2015-2016 في حالة ما تم التصويت على محتوى مسودة محضر الاتفاق بالإجماع في الجمعة العامة الطلابية. يعني من الافتراض محضر كيحمينا وكيحمينا هما كيحمينا بأننا ماشي نتفقوا مع من شي حاجة وملي نرجعوا عندهم نزيدوا مقترحات آخرين حيت هادي نقدروا نديروها هما تما
Shit.
إذا من 750 هذا وشكو 1500 درهم
هو القوة. كي بدي تشجعهم ما فهميش قوة غادي نخلي علاء عساوي يشرح. القوة تحيدها. كل الجمع عام سكبا كتنقوني وكتنقل لي فهمي شو هو النظام ديال الكورة. شو هو النظام ديال الكورة؟ لو كان الانسان جينيرالي سميت دابا دابا سميت اغراض دي سونتي سونتي او دي زوج اخرى دي ملي كيبغيو يجيو يدوزو دابا الريزيدانا كيعطيوهم مثلا كيعطيو لي بوف كيعطيوهم منهم 10 دي بوف فقط كيقول لك عندك الحق 4 دي بوف في الميديسين و 6 دي بوف في الشيرورجي ولي بوف ديال الميديسين كيفرضوا عليهم غالبا ريانيماسيون او البيزياتري باسكو هي اللي فيها لو بونك وكيفرضوا عليهم الشيرورجي جينيكو اوفيسيرال فقط يعني غير كيما غادي يجي سبيساليتي اخرى غير هادو متعددين مستحيل على السيستم ديال الكوفا ولا مثلا كانوا 4 دي كوفا فقط في الميديسين وجاو لي زاد ديكري تكلاسو في 6 دي زاد ديكري هما اللي مولين في الكونكور كيستفادوا غير 4 فقط ودوك الجوج فقط كلاسيك هما الخامس والسادس كيجيو عليهم ما كاينش البوستيون وكيطلعوا الناس اللي نو انتيغري يعني ولا واحد اللي كيدخل لانتيغراسيون فونكسيون بوبليك كيولي كيضرب مع جوج ناس لا بوغ في ريزيدانا كيضرب مع الناس اللي كاملين مدوزين باش يتجهزوا في مدى وعاد كيضرب مع لي زانتيغري اللي الان باش يكون مع 40 اللي فيهم دابا ملي تحيد هذا السيستم ولا سوا انتيغري ولا نو انتيغري كتصدر كتمشي تدوز الكونكور ديال ريزيدانا كاين كلاسمون واحد وعلى حسب الكلاسمون ديالك كتحسب لا سبيسياليتي اللي بغيتي فغادي نحاول نأكد على أن الوطن اللي نورمالمون كخص دافع عليه نقابة مستقلة لأنه كاين الأطباء ديال القطاع العام ما رضوش ما رضوش غير ماشي مشكل غادي غادي نكمل معاك تاعو كنتمنى من الناس اللي هادو عينونا وسبونا خشبونا على الموقف ديال ديكاسو كاع اللي كاين في الأطباء يعينونا على تهدو هنا ماشي سوقهم يعني اختصار الناس اللي كانوا كيمشيو يخدموا في لافونكسيون بوبليك ويتعينوا في المناطق النهائية ملي غادي يرجعوا ويدوزوا الريزيدانا اللي هو حق الدستور اللي حق التكوين أو متابعة التعيين دابا عندهم حق يختاروا السبيسياليتي اللي بغاو إلا كانوا بيان كلاسي ولا كلاسمون بحالهم بحال الآخرين كلاسمون السبيسياليتي اللي بغاو ولا لونج اللي بغاو مابقاش ديال لا كعشرة ولا إذا هذا يشجع أكثر الناس باش يمشيو للي كان عنده باغي يمشيو يخدمو في لافونكسيون بوبليك ولكن تيخافو أنهم ميكملوش الكريتيرو إذا هذا غيخليهم أنهم يمشيو يخدمو في فرما ويرجعو يكملو لا ريزيدانا ديالهم. بالنسبة لهذا جميع كنا نعرفو بأنه كنكونو جالسين كنقولو فوق أشخاص بزاف كل عام يكون لوكونكور ديال الانترنون غادي يدوز في نوفمبر وغادي يكون واحد الحد انني ما غاديش يضغط عليه على حساب لو بوزوان مع التوافق مع العمادات مع لي ليتيراتور دي سيرشو دونك سيرشو لي زو بيتو محتاج لي زاتير دونك لو مينيموم ما غادي يكون واحد العدد اللي غادي يرضينا كاملين اذا كاين لو بالنسبة للناس غير كاين لي لوغيا لي مكيدوزوش لو كونكور ديال الانتيغراسيون علاش؟ حيتاش كيدوز قبل من الريزيدانا علاش؟ حيت هادوك الناس إلا دوزو كونكور ديال الانتيغراسيون غيمشيو وغادي يبداو يرجعو يكملو سبيساليتي هذا كان داك المشكل ديال الكورة دابا باش نحيدو المشكل كامل ارتأينا أنه الناس لي باغي يدوز ريزيدانا يمشي يدوزها إلا نجح غادي يدير ريزيدانا إلا ما نجحش عاد يدوز الكونكور ديال لافونكسيون بوبليك باش الناس ما يبقاوش يشوفو لأنه ماشي أنا كاين لي ما كيبغيش يمشي لمباراة الإدماج كيتسنى ريزيدانا
و
قول لي ما تتسعش اسبوع ليهم. هذو الناس اللي هما ما تقدرش تخوف. وبالتالي على ذلك ان المباراه ضد الجزائر ما عمرها تاجلت في التاريخ الا المباراه ذاتها. مره دخلوا الاساتذه باش قطعوها ومره دخلت نحن. يا اخي باش تكون موجود على الاسعار التسجيل في المباراه الاسعاريه فهي ما تاجلتش تصدق باش يحكم فيها. وحنا عرفنا كيف الوراء الفرصات اللي عملوها نفس البويكوت ديالها. اللي ما عمرهم غادي يعاونوها باش ينجحوا البويكوت هي اللي كانوا غادي يخلقوا ثمن غالي من بعد. فهو باش قالوا قالوا في الاحسن تاجلوها فالمباراه ديال الداخليه تاجلها لسبب واحد وهو انه ما كانش ظروف مواتيه للاجتياز الان. شريطه ان الاجتياز ديالنا غادي يكون في اجل ادنى يعني اقرب وقت يمكن ندوز فيها ديالنا هو مباشره من بعد اول امتحان للاقامه من بعد التوقيت ريزيلان. يعني عندكم واحد الضغط مينيموم ديال 18 هذا الهضره ديال المعني المهم راه كيقول مديريه الموارد البشريه قال لك بلي اقل تاريخ يمكن اقرب تاريخ يمكن تدوز فيه المباراه الداخليه هو مباشره بعد مباراه الاقامه. يعني ابتداء من 18/11/2015 يمكن يتعلم تاريخ المباراه الاقامه هذه المباراه الداخليه هذه بالنسبه للناس اللي كيسولوك على الرادار ديالك. هادشي اللي كاين دابا الامتحان تاجل تحت الضغط ديالنا باش ما يطلعوش في الموقف ديال انه بويكوطا ويكونوا مشاكل اللي غيتحلوا في امريكا. والاعلان على التاريخ غادي يتم ان شاء الله مباشره من بعد مباراه الاقامه. هذا فيما يخص الوقت. قبل نكمل كنرجع تحيه خاصه للسيدي سيسي ماني اللي حضروا في الاسامبلي جينيرال وكانوا مقتنعين بالمقاطعه هذو الناس اللي حضروا كانوا مستعدين انه يجيو نهار الكونكور ويديروا 19 ديالهم وما يدوش الكونكور وسمعوا كارليمون درنا لي بيتيسيون و في المجموع اللي كان غيدوز كان 420 جونس جمعنا 300 بيتيسيون 300 واحد كان بلاتي هادشي اللي كتبغي تشوف باغي نوضح هادشي اللي كتبغي نوضح لكم دابا حيت علاء قال لكم من ورا انا نشوف صوتي غير من ورا ليكزام ديال ريزيدان غيكون ليكزام ديال الكونكور ديال الانترنت ماشي كيعلن على الهضره يعني مينيموم ابخي ولكن باش نقولوا غيعطى مكا 40 جوغ غيعطى شهر ما كايناش حيت البوست بيجيتير ديال ديال الكونكور دانتيرنا غيمشيو ابارتيغ دو 12 ديسمبر خاطر هما عندهم لا ليست ديال الناس اللي ناجحين وكلشي ابوني دوز يعني هما يبغوا 16 شهر بانهم يديروا الكونكور جوست ابخي الكونكور ديال الريزيدان. عطيني ميكرو شي نيشان كملي ولا بشكل محايد او غير محايد
أولاً، وصلنا بسبع ديال الكليات،
الكليات بمختلف يعني طلابها من السنة الأولى السنة الثانية في الأسنان في العام نستخدم الطبيب الداخلي المقيم في وليدان الذي يزيدون بين أول الذي يزيدون بين حسير مؤخرا بسلسة الأساتذة الوزارتين كافة وزارة وزارة الصحة وزارة التعليم العالي مثلنا وزير العام مثلنا رئيس الحكومة الآباء كافة الآباء كانت السيرة ما كانتش مينهاش
كانت على طرح المشروع إلا بعد توافق عليه وحلاله الآن المشروع ما وقعش. وكما لاحظت في الفيسبوك كاين اللي حقيقة في المقيمين أعطى اللجنة الوطنية اللي تضغط طلب أنه يخرج. إذا يعني الشركة هو المصلحة العامة للطالب ونصف العلاقة بيننا وبين الكبير. فالكبير يعني ما عندناش مشكلة أنها ترفع المقاطعة كهيئة. حنا ما كنتكلموش على لي باص ديالنا. راه تاني باص ديالنا هو القاصي. كاين اللي باغي يكبر المال كاين اللي ما باغيش. وكل واحد حر. حتى هما لي باص ديالو كاين اللي كيقول أنا طلبة شحال وصلنا اليوم وحيدوا المشروع تاعو غادي يدخلوا. كاين اللي كيقول في السوق راه قطعته هو. ولكن كهيئتين كنين وكبير فهو الحمد لله باقي متلقين وغادي نبرمجوا مسلسلات ميدانية أخرى حيت باقي عندنا نقط عالقة اللي غادي نناضوا عليهم جميع وديما نحافظوا على هاد الوحدة. ونزيدكم واحد النقطة حنا في التعاملات النسائية حنا أكثر تفوقا من تصويب الكبير حيت حنا القرية والو يريد أنو يزيدو واللي يدخل في غادي اللي دابا راه من بعد غيبقاو في كبير تكون يكون أنفوية ديال الإكسام وحاجة أخرى
نجيب لهم ونجاوبوا عليهم مره واحده. كاين بالنسبه للسؤال اللي كان ممكن يجاوب عليه الاخ انس، السؤال اللي بغيت نسالك سؤال جاوبت عليه حسنا بالنسبه للسقف الزمني بخصوص باقي المطالب اللي كانت قبل توزيع قضيه ديال المستشفيات الجامعيه وعلى القضيه ديال تطبيق ديال الاعتناء واش غيكون من الحج الجاي القضيه ديال نوفمبر ومارسيل، فكنظن بلي هذا الشيء كان موسيوني هذا الشيء اللي ذكرت قبل. بالنسبه للقضيه ديال واش كونكور الاعتناء غيكون في نوفمبر ابتداء من السنه الجايه، فنعم هذا الشيء اتفقنا عليه غيكون ابتداء من السنه القادمه. بالنسبه لباقي النقاط فصراحه تحدد واحد السقف زمني محدد، تحدد سقف فتح الحوار وهو بدايه من رفع المقاطعه، قال لك مباشره بعد رفع المقاطعه تبداو الحوار في باقي النقاط اللي عليها فمرحبا. تحدد سقف زمني بالنسبه للاستعمار ديالنا اللي هو جانفي 2016، وبالنسبه للانديميتي ديال الاستعمار ديال الساكتيوم اني سي لا ميم شوز. تحدد السقف بالنسبه للسيرفيس سانيتير اوبليغاتوار اللي هو ابتداء من اليوم يعني صافي تحيد. بالنسبه للقضيه ديال كيفيه برمجه الظروف والتدابير الاستشفائيه والامتحانات، باغي نعاود لكم انه خلال الجلسه القادمه ديال التوقيع ان شاء الله التصويت اليوم غادي يكون على قبول محتوى محضر اتفاق، وحنا كاملين عارفين بلي راه لا ثقه الا في الوثيقه، يعني قرار المقاطعه لن يرفع الا بعد توقيع محضر اتفاق. باش نكونوا واضحين راه كيف ما كان راه اليوم نصوتوا على الموافقه على محتوى المحضر وقالوا الناس يرفضوا انهم يوقعوا محضر اتفاق، انا ما نرفعش المقاطعه باش نكونوا واضحين، حتى وقعوا لنا على هذا الشيء اللي حنا وافقنا عليه. كنظن الرسالة واضحة. بالنسبة لخلال جلسة التوقيع غادي يكون حاضر السيد وزير التعليم العالي، غادي نناقشوا معاه لي موداليتي ديال لا روبريز بلي لي كور كاملين خصهم يدارو، ما تكونش من بيناليتي ديال لي ستاج، دونك ما يحسبوهمش لي ستاج نانفاليد هادو اللي دازو قبل، باش ما يخسروش الناس اللي عندهم ديجا لي ستاج نانفاليد. غادي يكونوا بطبيعة الحال يعني بعض زيادة في الساعات ديال الدروس، نقدروا نلقاو السن، نقدروا نزيدوا مثلا ساعة في الكورس صح ساعة في الشيء، الأشياء اللي متوقعة، لأنه درنا 62 يوم من المقاطعة اللي دابا حنا متأخرين بها، هذه أشياء عادية اللي قدمناها كتضحية بسبب تحقيق المليون في المطلب ديالنا. بالنسبة لمجموعة من الأسئلة تتبع على القضية ديال التأمين الصحي، فابتداء من نهار 22 أكتوبر تم تفعيل مجانية علاج الطلبة في التعليم العالي، وابتداء من هذه الأيام إن شاء الله الطلبة ديال التعليم العالي في المغرب كامل بصفة عامة وفيه طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بصفة خاصة غادي يستافدوا من بطاقات اللي غادي تمنحهم الحق في مجانية علاج جميع المؤسسات العمومية، يعني لو ولاو حالهم حال الأمريز أنهم إن فوتوا هذيك الأرقام غيستافدوا من مجانية علاج فاور في كافة المؤسسات العمومية. هذا سيكون غادي يستافدوا من طلبة ديال التعليم العالي في المغرب كامل بما فيهم طلبة ديال الطب. السؤال إذا سنطرح بعد توقيع المحضر قد نجاوبت عليه. السؤال الآخر لماذا لا نرفع المقاطعة على الدروس فقط والمقاطع التدريبية الاستشفائية؟ فاحنا اللي عارفين باللي السيستيم ديال ليزيتيود ديالنا شوية كومبليكي، كيحتاج في النجاح ديالو على لورغانيزاسيون ديال لي ماتيير لي موديول من جهة، وعلى لورغانيزاسيون ديال لي ستاج هوسبيتالي من جهة، يعني إذا جينا رجعنا للدروس ديالنا وكان البويكوت ديال السيرفيس بوردون، بحال هكاك كل ما فرغنا، فاحنا داخلين كنقراو ولكن غادي لاني بلونش، هذا هو المشكل اللي كاين. هذا هو المشكل اللي كاين، وبالتالي غادي نضطروا ديك الساعة نضطروا نضربوا ناس اللي عندهم ديجا ان ولا دو ساج ان فاليدي ويتسلموا اخر ويوليو فاقدين. دابا ما حنا مجموعين ديال المقاطعة حنا في موقف قوة اللي سمح لنا نضغطوا على انه ما تكونش واحد البيناليتي على هذا الشيء اللي دار قبل، ولكن ما كاين حتى شي ضمان على انه ما يحصلوش دي ساج ان فاليدي من بعد. إذا دخلنا الكود ديالنا وقريناهم باسكو الشغل الشاغل ديالهم هما هما يصوروا لاني يونيفرسيتير بور لو بروميي سيكل، ديك الساعة ملي يطلعوا صحاب الخدمة على الدوزيام راني وصحاب الدوزيام راني يحكوا عليك في السبيطار غادي يقول لك تفرقعوا، انا عطيتوني بلاصة فين تدخل لي باشوني جداد يدوزوا الكونكور، دونك حنا ما حنا حابسين كاملين راه عندنا الظهر.
يعني نرجع للدروس ودخلوا للمسيقرا لي بروميير ديزيام اني غيقراو سكي في المسيقوي ديال قرا نجح يدوز كونكور تاكسي ويدخل للصريح غتحافظ عليه الدوله وهذا هو الاوبجيكتيف ديالها في هذه الساعه الان. لذلك القضيه ديال دخول الدروس وبقاو قاطعين التدابير الاستشفائيه فهي غير عقلانيه لانك كتهرس المقاطعه ولكن في نفس الوقت كتمشي للنتائج السلبيه ديالك. هذا ما كاين. واحد الطالب وقال لي مكسبت الحمد لله أن جئت إلى ما حققنا وسأزداد سعادة إن علمت أن الاثنين موافقون على دخولنا. الكبير قالوا لنا إلى النقطة المشتركة كما قال أنس هي خدمة إجبارية حيدناها وحققت المطالب ديالكم وحققنا حققنا المطالب ديالنا وقعت على واحد النقطة ولا جوج نقاط فنقول لكم تبارك الله عليكم لأنكم بتشكريش لنا الرساله ديال الكليه كانت واضحه كتقدموا هذا الشيء اللي جبتوه للطلبه وهما يقروا وكيف كان القرار ديالهم غادي يحتاقوه. لحد الان الملف المطلوب يتعرض عليكم بصوره تحت الاتفاق تعرضت عليكم غادي يكون التصويت اليوم هو اللي غادي يحكم ومهما كانت النتيجه ديال التصويت فهو قرار غادي يحتاقوه هي سواء بالدخول او بالاستقرار. هذه هي الرساله ديالنا. بالنسبة للتوظيف والتعاقدات يعني لي كونترا لي سي تي دي فاللي خصكم تعرفوا فهو ماشي شي حاجة جديدة هي غادي تختار في قطاع الصحة. فالمشكل اللي خلاهم يدفعوا أنهم يديروا الخدمة الإجبارية هو أنهم عارفين بلي الأطباء كيرفضوا يخدموا لي سي تي دي. راه وزارة الصحة بشهر ثلاثة خرجت القانون ديال التعاقدات في الجريدة الرسمية. الجريدة الرسمية صدر فيها القانون اللي كيعطي للوزارة الحق أنها تعاقد مع أطباء واحد الصالح اللي كيوصل تقريبا 7000 درهم في الشهر. هما عارفين بلي هذا المشروع ديال التعاقدات ما غاديش ينجح لهم. إذا كانت الوظيفة العمومية اللي داك الصالح تقريبا 3900 درهم وفيها الترسيم وفيها التأمين وفيها التراهم والناس باقيين ما كيمشيوش ليها واحد النسبة كبيرة فمن الغباء أنك تسنى واحد يسمع فيها شو وجدت على خطر 7000 درهم وما فيها حتى شي امتياز لا تقاعد لا انجاجمون في فونكسيون بوبليك لا ميتيان لا والو. دونك جربوا القضيه الخدمه الاجباريه ما صدقتش ليها وبالتالي ضمان على ان القضيه ديال التعاقدات ما غاتنجحش هي تستمروا على الموقف ديالنا ديال ديما هو حنا حنا رافضين نخدموا بعقول ديال انتم القضيه ديال القانون العقول راه ما غاديش يجيو وبالتالي مادام ما كاينش الاجبار الدوله غادي تضطر تفتح مناصب ماليه من اجل الادماج في الوظيفه العموميه باش توفر اطباء لدوك المواطنين والمواطنات. بالنسبة للقضية ديال واش الإكزامان غيتأجل واش وراكم حليتو مشروع الدولة وكتسولوا على الإكزامان Smith.
الشروط للفلاتوز.
اللي هي في جوج ديال الاصوات او ما فيهاش صوت او في شي حاجه اخرى من غير الكروا او الدوره يعني في الكلمه ولا الهضره مكتوبه واضحين ربنا هذه اللي قال فيها وحنا ان شاء الله غادي نديرو لي ريزولتا لي شيف ولي بورسونتاج موافق
Thank you.
23%. وعدد الأصوات التي